السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة معانا في التجربة التانية في تجارب السينكرونس سينكرونس ماشين سينكرونس جنريتور، وهي تجربة الشورت سيركت. تجربة الشورت سيركت مكونة من 3 حاجات. أول حاجة شورت سيركت 1 فيز، وشورت سيركت 2 فيزز، وشورت سيركت 3 فيز. هناخد أول حاجة معانا الشورت سيركت 1 فيز. زي ما احنا عارفين عندي ملفات الستيتور مكونة من 6 أطراف، يعني كل ملف ليه طرفين. باخد 3 أطراف منهم بوصله ستار، يعني بقوم اعملهم اوصلهم اكسرهم على بعض او اعملهم شورت على بعض، والتلات ملفات او 3 أطراف التانيين هما اللي بشتغل بيهم في التجربة عامة. ودول ملفات الروتور اللي هما انا بوصلهم بمصدر دي سي من خلال اميتر، وبوصل فولتاميتر على التوازي مع المصدر كمان. اول حاجة نعمل ملفات الستيتور، هنعملها شورت 3 ملفات 3 أطراف منهم، نعمل عليهم شورت. بالشكل ده. و سنجل فيز او توصيل السنجل فيز شورت سيركت سنجل فيز، بنطلع من فيزا على الاميتر، ومن الاميتر بنرجع زي ما هو واضح في الرسمة، بنرجع على نقطة الستار بوينت عندي اللي هي النقطة دي. هطلع من فيزا اي فيزا فيهم، ندخل على الاميتر عندي اهو، ادخل من النقطة الاولى، اخرج من النقطة الثانية من الاميتر على نقطة الستار، اي نقطة فيهم كلهم نقطة واحدة وليكن هنا مثلا. كده انا وصلتها شورت سيركت سنجل فيز. هنرجع لسه عايزين نوصل الروتور بوصله مع مصدر دي سي من خلال اميتر وفولتاميتر. اول حاجه بطلع من النقطه الاولى لملفات الروتور على اول نقطه في الاميتر عندي، واطلع من النقطه الثانيه للاميتر، نقفل الدايره توالي على الدي سي سورس عندي اهو، ارجع من الدي سي سورس على النقطه الثانيه في ملفات الروتور معايا فولتاميتر، هوصله على التوازي معايا على المصدر مباشر على المصدر بالشكل ده. المصدر هنا، النقطة الثانية للفولتاميتر بالشكل ده. كده تم توصيل الآلة السينكرونس جنريتور. مثالي الآلة البرايم موفر، وهي عبارة عن شنطة موتور زي ما احنا متعودين بكل سهولة. وصل ملفات، دول ملفات ارميتشر وملفات المجال، بوصلهم كده شنط. وبطلع من نقطة فيهم على مصدر دي سي عندي هنا اهو، مصدر دي سي، وبرجع من النقطة التانية لمصدر دي سي على النقطة التانية في الشنط. بص، عندي أجهزة أميتر أو فولتاميتر عايز أوصلها على شنط موتور ممكن أوصلها، ما عنديش أنا كده وصلتها ومش محتاج أصلا قرايات منهم أو كده. النوع التاني معانا هو إني بوصل قلنا تو فيز زي ما هو واضح عندي في الرسمة، إن أنا بوصل الأميتر عندي، أنا هشيل بس التوصيلة الأولانية، أميتر أهو، ده الأميتر أهو. بدل ما هوصله هنا كنت موصله على فيزا ونقطة الستار عندي، هوصله هنا التو فيز بيتوصل على فيزتين هنا بالشكل ده كده. ده كده يبقى انا وصلتها تو فيز. عايز اوصلها 3 فيز، هسيب ده زي ما هو كده بالظبط، اميتر كمان هوصله بين الفيزتين التانيين بالشكل ده. بس انا
كده وصلتها شورت سيركت 3 فيز، وبكده يبقى انتهت معانا تجربه